طفل. ايوه المدرع البسيط مجنني. مجننك؟ اه مدرع بسيط؟ ايوه مدرع بسيط؟ ايوه ورقة وتعالى لي اسرع واحد تجيب لي ورقة. والله اليوم حق يقول ان احنا مجهزين. ما احنا مجهزين. تعالى 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 يا بائس. مدرع بسيط يا بائس. صلى على النبي. على اساس الصلاة. الموضوع كله بيتلخص في حاجة بسيطة قد كده. عارف ده؟ دي ايه؟ بلاي. اه يلعب. ودي؟ ايت. يا هلا. ودي؟ جو. اه عارف بقى دي ايه؟ بلايز. اه ودي؟ ايت. ودي؟ جوز. هو ده يا سيدي مدرع بسيط بقى بجد. بس كده؟ اه دول كده تحس جواهم كده في دو مستخبيه، ودول عشان فيهم اس فتحس ان في دز مستخبيه. شكل الفعل ده والفعل ده معناه عموما. يعني مثلا مثلا لو قال لك اي بلاي تنس، فالجمله دي بقى اسمها انا بلعب تنس عموما. عرفت منين؟ من شكل بلاي. طب لو قال لك هي بلايز تنس، ما فيش حاجه اسمها هو يلعبون، مش حاجه اسمها كده. الاس دي بتاعت دز. يعني هي اصل الجمله دي كان اصلها اي دو بلاي تنس، ودي كان اصلها هي دز بلاي تنس اصلها، بس علشان بقى الاختصار ويجرر في الوقت وبتاع. فدي عموما وعموما، ايت عموما عموما. طب دول بيجوا مع ايه؟ مع هي وشي وات واي حاجه سنجلر مفرد، ودول مع اي وي يو ذي. من الاخر استخدم المضارع البسيط لما تقول انك عايز تعبر عن حاجه بتحصل عموما. حلو. اي تنس بقى تعال بيمشي على اربع خطوات: اكون الجمله، انفي الجمله، اسال عليها سؤال بهل، واسال عليها سؤال بلا استفهام. حلو. طب انا كده كونت الجمله اهو، كونها بشكلين، شكل مع البلورال الجمع وشكل مع المفرد. يعني مثلا عايز اقول هو بياكل بيتزا عموما، هو هي ياكل ايت تاخد اس بيتزا. شكرا. طب انا كده كونت الجمله، ايه بقى اللي بعد كده؟ طيب تعال اقول لك انا اللي بعد كده ايه. لو انا قلت مثلا اي بلاي تنس، مش ده شكل؟ ان في بقى، ما قلت لك ان دي كان اصلها دو، اي دو بلاي تنس. ما انا ينفعش احط نوت لاي حاجه كده، حط نوت للهيلبنج فيربس او المودل فيربس. خلينا في الهيلبنج فيربس بقى، اللي هم ام واز وار واز وير دو داز وديد وهاف وهاز وهاد. على الاقل دول دلوقتي. ان في اي دونت بلاي، عارف دي بقى معناها ايه؟ انا مش بلعب تنس اصلا. اي دونت كراي، انا مش بعيط اصلا. اي دو وير شيرتس، انا مش بلبس قمصان اصلا. طب لو الجمله مثلا هي بلايز تنس، عايز ان فيها ما هي دي فيها داز، ان في داز وشيل الاس، هي doesn't play تنس. دي بقى معناها ايه؟ هو مش بيلعب تنس اصلا. ايه ده انت جايب له بيتزا؟ هي doesn't eat بيتزا، ما بياكلش البيتزا يا ابني. ايه ده انت جايب له قميص؟ هي doesn't wear shirts، ما بيلبسش قمصان. يبقى انا كده كونت ونفيت، كونت ونفيت. بس كفايه عليك دول. المره الجايه اقول لك بقى هنعمل ايه تاني. ما انت لو فهمت دول هتكتب لي في الكومنتات، اكتب لي انك فهمت دول. بعد كده هقول لك بقى كون لي ثلاث جمل في البريزنت سمبل، وبعد كده انفيهم. لو فهمتهم كونتهم ونفتهم تعالى لك هكمل لك. بس لو عملت ثلاث جمل ونفتهم. سلام.